يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة حلقة خاصة بمباراة اليوم ما بين الأهلي وسموحة وكواليس ما قبل هذه المباراة وآخر استعدادات النادي الأهلي، وكواليس كمان بتتعلق بتحرك الفريق لملعب المباراة أو كمان فيما يتعلق بتواجدهم في مقر الإقامة الخاص بهم في اسكندرية ومحاضرات مستر بيتسو موسيماني وأمور كتير جدا خاصة بمباراة اليوم الهامة جدا أمام سموحة في بطولة الدوري واللي هتتلعب الساعة 9 بالليل على استاد اسكندرية ملعب سموحة. مباراة غاية في الأهمية لعدة اعتبارات، أولها طبعا أن أنت متعادل المباراة الأخيرة، تاني اعتبار وهو بيتعلق بالمنافسة على بطولة الدوري الممتاز اللي هي منافسة قوية السنة دي في الحقيقة في ظل تصدر نادي الزمالك وتأخر النادي الأهلي بسبب المباريات المؤجلة. في حالة فوز النادي الأهلي في مبارياته المؤجلة يرجع لمكانه الطبيعي بإذن الله تعالى. عندنا كلام كتير جدا جدا متعلق بهذه المباراة، وكمان هنتطرق لبعض الأمور المحلية والعالمية وبعض الأخبار اللي بتخص هذه الجوانب. كل ده هيكون على مدار حلقة اليوم كما هو المعتاد، لكن الأهم دايما تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة الترند النهاردة، وهو خاص بتوقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي وسموحة ومين كمان يحرز الأهداف بإذن الله تعالى للنادي الأهلي. هناخد تفاعلكم من خلال تواصلكم معنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستغرام بالتحديد في الجزء الأخير من حلقات الترند كما هو المعتاد. عناوين النهاردة إيه؟ نشوفها يلا. في ترند الأهلي، الفريق يواجه سموحة في الدوري، والشناوي جاهز للمشاركة أساسية. أما في الترند العالمي، باتريك فييرا مديرا فنيا لكريستال بالاس. النهاردة 3 ماتشات في الدوري كلهم ماتشات مهمة بكل تأكيد، في مباراة بتتلعب في هذه اللحظات ما بين المقاولين العرب وطلائع الجيش. المباراة ابتدت بالتحديد من دقيقتين، ابتدت الساعة 5. المباراة الثانية ما بين بيراميدز وإنبي الساعة 7 مساء، والمباراة الأهم بالنسبة لنا هي مباراة سموحة والأهلي الساعة 9 بالليل. نتمنى كل التوفيق لنادينا الحبيب النادي الأهلي، ويبقوا 3 نقاط جديدة في مشواره نحو الحفاظ على لقب بطولة الدوري بإذن الله. وهنتابع كل الأمور اللي تتعلق بهذه المباراة خلال الحلقة دي في مقابل المباراة، وبكرة بإذن الله في حلقة الترند كمان هنتكلم فيما حدث في هذه المباراة وإن شاء الله يكون الأهلي كسبان. هنروح لفاصل سريع، بعد فاصل نرجع نشوف أهم فقرات الحلقة النهاردة وكلام كتير عن مباراة اليوم، يلا بينا. أهلا بحضراتكم من جديد. امبارح اتكلمنا في حاجة كانت سلبية شوية، واتكلمنا يعني بخصوص الأمور اللي زي دي وبعض الشخصيات اللي بتهاجم النادي الأهلي وبعض الشخصيات اللي هدفها بس إن هي يعني تبقى ترند سلبي، لكن في نفس الوقت بنحاول نشوف الإيجابيات اللي نتكلم عليها بصراحة. من ضمن الإيجابيات امبارح اللي شفناها تصريح من الكابتن كريم حسن شحاتة، تصريح استوقفني جدا ومهم جدا، وده إن دل يدل على إن في شخصيات محترمة حتى لو هي منتمية لنادي تاني، حتى لو هي محسوبة على نادي تاني طبعا، لأن هو ابن الأسطورة حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومن أفضل المدربين في تاريخ المنتخب المصري وفي تاريخ مصر بشكل عام وفي تاريخ أفريقيا، ده أمر مؤكد. فهو زملكاوي زملكاوي يعني ما فيهاش هزار، بس مش عشان أكون أنا زملكاوي لازم أن أنا أغلط في الأهلي أو أستفز جمهور الأهلي، أبدا أبدا مش كده. أو مش عشان أنا دلوقتي مثلا أنا أهلاوي وده شرف كبير بالنسبة لي فلازم أطلع أستفز جمهور الزمالك، لا طبعا الأمور مش كده، مش هي دي الرياضة. الرياضة هو تصريح كابتن كريم حسن شحاتة امبارح لما قال ان اول ماتش للاهلي بعد ماتش كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا هو مباراه البنك الاهلي، واحنا عارفين هو مدير الكوره في فريق البنك الاهلي او مدير الرياضي تحديدا للبنك الاهلي. فبالتالي قال لك ايه؟ احنا بنتمنى، بص بقى قال لك احنا بنتمنى ان الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا عشان في الماتش بتاعنا نعمل ممر شرفي للنادي الاهلي، رغم ان هو زملكاوي وابوه زملكاوي ومعروف حبه الشديد في لنادي الزمالك ومتربي في نادي الزمالك، ومع ذلك الراجل بيتكلم بمنتهى الاحترام على النادي الاهلي، وده امر مهم جدا جدا جدا. فبالتالي دي نقطه ايجابيه لازم نتكلم عنها. طب حلو قوي، تعالوا خلينا نروح للكابتن كريم حسن شحاته، احد الشخصيات المحترمه جدا جدا، معانا على الهاتف عشان نتكلم معاه بخصوص التصريح ده ونتكلم معاه بخصوص مشوار البنك الاهلي هذا الموسم في بعض الامور الاخرى. يا كابتن كريم مساء الخير. حبيبي امير، حبيبي، اخبارك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ منورنا.
الله يخليك امير، بنورك الله يخليك. يعني من امبارح للنهارده كلام كتير جدا على التصريح اللي انت قلته بخصوص ان انت بتتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا، عشان بما انك المدير الرياضي لفريق البنك الاهلي، بعد الماتش هيكون ماتش الاهلي مع البنك، فبالتالي يبقى في ممر شرفي. البعض انتقد الجزئيه دي من الزملكاويه، لكن كان في اشاده كبيره جدا جدا من العقلاء بشكل عام بمختلف انتماءاتهم. تعليقك ايه على الجزئيه دي تحديدا كابتن كريم وتصريحك ده؟ والله يا امير بص، يعني انا مش عارف الدنيا سخنه ليه والناس تزعل ليه. يعني مثلا لو مش الاهلي اللي كان في النهائي افريقيا، الزمالك او الاسماعيلي او بيراميدز او اي فريق مصري، هنتمنى له ان هو يكسب، ربنا يكرمه. البيراميدز لما بيلعب في الكونفدراليه بتشجع بيراميدز، الزمالك لما بيلعب في دوري الابطال، انا زملكاوي طبعا طبعا، يعني نقفل القصه دي، زملكاوي جدا اكيد. بس انا بشتغل في اعلام وبشتغل مدير كوره او مدير رياضي في نادي البنك الاهلي، فلما بصرح بحاجه زي كده حاجه مش انا شايفها ما تعبنيش او حاجه تزعل الزملكاويه او تزعل اي انتماء. انا كلنا نتمنى الاهلي يكسب عادي، انا بقول اللي جوايا مش كاهلاوي، كراجل مصري وكراجل اعلامي وكراجل مدير رياضي في نادي البنك الاهلي، عايزين الاهلي يكسب. ايه المشكله لما الاهلي يكسب بطوله افريقيا؟ احنا مش بنتكلم في الدوري، بنتكلم في الكاس ولا ممثل مصر، ممثل مصر في البطوله، ممثل مصر. بالعكس، انا لما الاهلي يكسب بطوله افريقيا دي حاجه مشرفه، وانا كنادي بنك اهلي، انا على فكره لما بتكلم في الاعلام ببقى بمثل نفسي كريم حسن شكري، لما بتكلم باسم نادي البنك الاهلي انا بمثل مؤسسه كبيره، مؤسسه وطنيه اقتصاديه كبيره زي نادي البنك الاهلي، ونادي رياضي طبعا محترم. فلما بقول كده يبقى دي سياسه النادي، او سياسه مش كريم، مش كلام كريم فقط، دي سياسه النادي. تمام، النادي الاهلي يكسب، وانا بكررها تاني ان شاء الله يكسب، هنكرم النادي الاهلي ونعمل ممر شرف. لو الزمالك كسب بطوله وعندنا ماتش مع الزمالك بعديه هعمل نفس القصه، ملهاش علاقه يعني. طيب، الناس ايه سبب الاحتقان ده يا كابتن كريم؟ يعني انت بتشوف من وجهه نظر، وانت اشتغلت في الاعلام الفئوي لفتره محدوده وللاسف مشيت لاسباب الناس كلها عارفاها، يعني انت شايف وجهه نظرك ايه سبب الاحتقان ده، وايه سبب ان لما يكون كريم حسن شحاته طالع يقول بتمنى فوز للنادي الاهلي يحصل هذا الكم الهائل من الهجوم والناس تشكك في زملكاويتك، رغم ان زملكاويتك معروفه وزملكاويت طبعا الكابتن حسن شحاته النجم الكبير والاسطوره الكبيره معروفه يعني. بص يا امير، في فتره من الفترات انا كنت على خلاف مع رئيس نادي الزمالك السابق، وكان هو دايما بيتعرض لي بالفاظ وحاجات كده، فانا طبعا انت عارف يعني الحمد لله ما مش عايز اقول ما بخافش من حد او ما كده، لكن بقى بحترم نفسي جدا بالظبط، وكان يعني يعني بيسخن جمهور الزمالك عليا وبيطلع اشاعات عليا، وعندهم صفحات على المأجورة على السوشيال ميديا كل شويه تقول تصريحات منسوبه ليا انا ما قلتهاش. يعني دايما اقول ايه يا امير، لما انت تسمعني صوت وصوره بالظبط، خد الكلام عن لساني صوت وصوره، صوت وصوره او صوت بس او صوره بس يعني فاهم، لكن لما تحط صورتي صوره كده ثابته ليا يعني صوره فوتوغرافيه وتحط جنبها تصريحات، ايش عرفك اللي انا قلت كده؟ هو عشان صورتي جنب التصريحات، فكان دايما بيقولوا كلام انا ما قلتوش، بيعملوا صفحات فيك على السوشيال ميديا، وفي مواقع شغاله كده مش مواقع رسميه يعني، صفحات منسوبه لاشخاص معينه اللي عايزين يخلوا جمهور الزمالك بالذات ان هو يحس ان كريم ضد النادي وكريم ضد مش عارف كذا وكذا. لكن انا بتعامل بحسن نيه على فكره، هو انا قدامك وانا في قناه النادي الاهلي بقول لك انا زملكاوي جدا، طبيعي بحب نادي الزمالك جدا، بس انتمائاتي ما بتاثرش عليا في شغلي يعني، انا ولا على احترامك للنادي التاني بالظبط، وانا هو لا عشان انا زملكاوي ولا انا اهلاوي بقى اشتم النادي التاني، لا يعني انا بحترم كل الانديه، لما يكون في نادي مصري بيلعب خارج مصر هشجعه، ايا كان الاهلي الاسماعيلي اي نادي. فالاحتقان ده انا شايفه بسبب اشخاص خلاص هم مش موجودين دلوقتي في الساحه الرياضيه، وان شاء الله الامور تتحسن، احنا بنشتغل على كده يا امير، وهو ده اللي احنا عايزينه يا كابتن كريم. يعني دلوقتي مثلا احنا على يعني انا سعيد جدا، سعيد جدا في مجلس اداره نادي الزمالك بالكابتن حسين لبيب طبعا، علاقه رائعه مع النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، ناس محترمه اكيد، ناس رياضيه محترمه طبعا. بالعكس احنا عايزين الساحه الرياضيه تبقى فيها احترام، والخساره والمكسب دي حاجه بتاعت ربنا، وكل فريق واجتهاده وكل فريق واستعداداته، اللي بيكسب بنقول له مبروك، وكل واحد زملكاوي مش هقول له طبعا الزمالك تحب الزمالك وتشجع فرقتك، بس مش لازم نشتم في الفريق الاخر، الاهلاوي نفس الصوت. صح،
الموضوع بسيط يعني، بس الناس كانت شويه في احتقان وانت عارف. للاسف يا كابتن كريم هو في بعض الشخصيات اللي محسوبه مثلا على نادي بعينه هي السبب في هذا الاحتقان، هي اللي بتحاول تستفز الجماهير الاخرى، وده امر غير مطلوب خلال الفتره الحاليه وغير مطلوب كمان في مسيره الدوله الفتره اللي احنا بنشوفها والتطور. انا بس الملحوظ. امير بس باكد في حاجه، ان انا دايما ايه، انا بشتغل في الاعلام، فلما ببقى عايز وانا على الشاشه او انا في الراديو الاذاعه، المعلومه اللي انا بقولها لازم تبقى صادقه، ولازم جميع الفئات، الجماهير الاهلاوي والزملكاوي والاسماعيلي يحس ان انا بتكلم بصدق واتكلم بمعلومه بعيد عن الانتماء. فلو انا زملكاوي بقول حاجه عشان مصلحه الزمالك بس وهي مش حقيقيه فده غلط. فانا عايز الناس كلها تحترمني، فعشان الناس هتحترمك ازاي لما انت تكون صادق وبتتكلم في كل المعلومات؟ عشان عايز الزملكاوي يتفرج عليا، وعايز الاهلاوي يتفرج عليا ويسمعني، وعايز فلازم الواحد يبقى صادق في الكلام. فانا بحاول اعمل كده، بس في ناس بتزعل عشان عارفه ان انا زملكاوي، وللاسف اللي بيزعلوا مني الزملكاوي نفسهم. لكن انا اهو قدامك وفي قناه الاهلي بقول لك بحب الزمالك جدا وكل طبعا. حاجه، بس ده مش مؤثر على شغلي في الاعلام. الاعلام ده لكل الناس مش لفئه معينه. بالظبط، وده الهدف الاساسي من الرياضه بشكل عام يا كابتن كريم، ان انت ممكن يكون عندك انتماء، ده طبيعي مفيش حد ما عندوش انتماء، لكن في نفس الوقت تنتمي لنادي لكن تحترم النادي الاخر، وده هو ده المطلوب بشكل عام، هو ده معنى الرياضه يعني. ان شاء الله الاهلي يكسب بطوله الافريقيا ونعمله ممر شرفي، ودي حاجه مش عيب، وبالعكس ان شاء الله نحتفل كلنا باذن الله يا كابتن كريم. طيب خليني برضو استغل فرصه ان انت معايا واتكلم على الانتصار الاخير للبنك الاهلي على المصري، انتصار فرق معاكم بشكل كبير جدا، خلى فيه منافسه مع اسوان بخصوص البقاء في بطوله الدوري. بتشوف فرص البقاء بالنسبه للبنك الاهلي ازاي بعد الانتصار الاخير ده وفيما تبقى من مباريات في بطوله الدوري بالنسبه لكم؟ بص خلي بالك، هي القصه مش البنك الاهلي واسوان بس، هي اكتر من البنك الاهلي واسوان والانتاج الحربي ووادي دجله، مقاولين برضو مش بعيد، مش عارف سيراميكا، الغزل المحله، في برضو يعني احنا الحمد لله لما كسبنا ماتشين ورا بعض بقى في قربنا من ناس فوقينا شويه. المكسبين دول اللي احنا كسبناهم، مع احترامي طبعا انا سعيد جدا ومبسوط، ولعبتي رجاله والجهاز الفني رائع، كابتن خالد جلال واداره النادي اللي هو اشرف نصار، ناس محترمه جدا وناس بتجتهد بشكل كبير جدا، بس ده ما يعني ايه، انتصارين دي خطوه بالظبط صح، لكن لسه عندي 8 ماتشات، كل مباراه هركز فيها عشان اقدر اخد منها نقط ان شاء الله. لسه بدري خالص على الكلام ده يعني. حاجه ايجابيه جدا انك تكسب ماتشين وباداء مميز وروح عاليه بسرعه. عايز اقول لك حاجه والله، يعني انا معايا لعيبه في البنك الاهلي من احسن لعيبه في مصر، وبقعد اتكلم معاهم، وكابتن خالد جلال بيتكلم والجهاز بنتكلم، اللي هم كانوا محتاجين بس دفعه معنويه وثقه وحماس، يعني كويس. الناس اشتغلت وحوش. فلا احنا منظومه محترمه جدا، بس لسه بدري خالص على موضوع البقاء. بالعكس انا يعني دايما بحفز اللعيبه ونقول لهم لا احنا لسه قدامنا كتير، احنا المكسبين دول ما يقللوش يعني ما يخلوناش نهدى، لا احنا عايزين نكمل بنفس الشكل. فلسه المشوار طويل، وخلي بالك لسه مسيره 8 ماتشات، ولسه انت عارف الفرق التواريخ ما بين الماتشات بعيد، قدامنا شهرين، فلا لسه بدري على الكلام ده. احنا ان شاء الله مركزين في اللي جاي باذن الله، وناخد كل ماتش بماتش كده كانه ماتش كاس يعني ان شاء الله. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن كريم، لكن برضو عايز اسالك على كابتن حسن شحاته ونطمن عليه، وسمعنا او قرينا خبر النهارده بخصوص اعتزاله بشكل نهائي التدريب، بصحه الخبر ده ايه والامور ماشيه ازاي؟ انا اللي صرحت امبارح مع الكابتن سيف زاهر في اون تايم، وانا ما قلتش اعتزل، انا ما اقدرش مملكش ان انا يعني اتكلم على لسان كابتن حسن، انا بس اتسالت ان كابتن حسن بعيد ليه، مش موجود ليه، مش عارف. قلت له والله ده هو جاله كذا عرض الفتره اللي فاتت من منتخب سوريا ومنتخب ليبيا ومش عارف، بس هو يعني ما عندوش رغبه الفتره دي ان هو يدرب، او يعني مفيش حاجه مناسبه بالنسبه له، فهو مبتعد. فاعتزل. قلت له لا انا ما اقدرش اقول كده، ده كابتن حسن هو اللي يقدر يتكلم عن نفسه، انا مجرد ابنه فسالت عنه فقلت الوضع الحالي. لكن مش عارف خدوا المانشيت كبروه شويه واعتزاله والكلام ده، انا ما قلتش كده خالص، انا اتكلمت في ان هو يعني جات له حاجات وكده، بس هو ما عندوش رغبه دلوقتي ان هو يدرب، ما عندوش قدره مثلا، او الوضع مش مناسب ليه. واتسالت طب ايه الوضع المناسب؟ قلت له والله يعني لو اتحاد الكوره عايز يستفيد من خبرات كابتن حسن او نادي الزمالك او كذا كمستشار ككذا، اوكي طبعا مشكلة. طبعا لكن هو كابتن حسن دلوقتي حاليا في التدريب مش يعني ما جاتلوش حاجه مناسبه، او هو كمان الرغبه مش عنده في الفتره الحاليه. يعني دي الحاجه اللي انا قلتها، لكن اعتزال التدريب والكلام ده ما حصلش. انا لا املك ان انا يعني اتكلم بالنيابه عن والدي، كابتن حسن اسم كبير وشخصيه كبيره طبعا، فهو اللي يقدر يقرر في الوقت اللي هو يعني مناسب بالنسبه له. تمام، بس انت عارف شويه احنا بنسخن الامور بالظبط شويه
بالظبط. يا كابتن كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما كده متالق كاعلامي وبتمتعنا سواء جماهير اهلاويه او زملكاويه، وتحياتي ليك وتحياتي للكابتن الكبير طبعا الاسطوره الكابتن حسن شحاته، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القائمه. كابتن كريم حسن شحاته كان معانا في مداخله هامه جدا، واتكلمنا في بعض الامور المهمه، واديكم شفتوا الفرق بمنتهى البساطه. واحد حد يقدر يشكك ان كريم حسن شحاته زملكاوي؟ لا طبعا، اللي يقول غير كده يبقى بيهزر. هل حد يقدر يشكك ان كابتن حسن شحاته زملكاوي؟ لا طبعا. هل كابتن حلمي طولان طلع مع الكابتن مصطفى عبده امبارح في المجري، حد يقدر يشكك في زملكاويه الكابتن حلمي طولان؟ لا طبعا. لكن دي ناس بتحترم الانديه الاخرى، تحترم نادي الزمالك او بتحترم النادي الاهلي بما انهم زملكاويه، واحنا بنحترم نادي الزمالك بما اننا اهلاويه، ده طبيعي. لكن سيبكم الاشخاص بتاعه الترند السلبي اللي احنا اتكلمنا عليها مرارا وتكرارا واتكلمنا بشكل حاد عنهم بمنتهى الادب، واكيد هم يعني ممكن يكونوا اتضايقوا بشكل او باخر بسبب الكلام ده، لان الكلام بيوجع، الكلام بتاعنا بيوجع شويه. هو ده الفرق ما بين الاحترام والاستفزاز وعدم الاحترام للنادي الاخر. هو ده المطلوب خلال الفتره الجايه، يكون في احترام ما بين الناديين الكبار، خصوصا ان الادارات المختلفه سواء في النادي الاهلي او في نادي الزمالك الادارات الحاليه العلاقات ما بينهم كويسه جدا، ودي رساله مهمه جدا، وهي دي رساله الرياضه بشكل عام. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم بقى على فريقنا واستعداداته لمباراه النهارده امام سموحه. يلا بينا. مباراه النهارده الاهلي وسموحه، ماتش الساعه 9 على استاد اسكندريه، مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي في اطار المنافسه على بطوله الدوري اللي الاهلي بيحمل لقبها بكل تاكيد. مباراه صعبه في نفس الوقت، الدور الاول خسرنا من سموحه بهدف قاتل في الاخر 1-0، مهم قوي ان احنا نفوز النهارده عشان يكون عندنا يعني دوافع معنويه جيده في مرحله غايه في الاهميه تتمثل في المنافسه على بطوله الدوري. بعد ماتش النهارده عندك ماتشين كمان في الدوري، وبعد كده هتلاعب كايزر تشيفز، فبالتالي التحديات كلها مهمه جدا جدا، هتحاول باذن الله تعالى بعد توفيق ربنا تنجح في انك تفوز بكل التحديات دي، سواء ترجع للمنافسه في بطوله الدوري بعد المباريات المؤجله، او كمان الاهم بكل تاكيد انك تكسب ببطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله تعالى. مباراه النهارده خليني افكر حضراتكم بقائمه الاهلي، واحنا عارفين الاهلي متواجد في اسكندريه لان المباراه هناك طبعا، وسافر امبارح بعد المران الاخير اللي كان في استاد مختار التتش. 21 لاعب في قائمه الاهلي لمباراه اليوم زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير. محمد الشناوي سليم مليون في الميه، يبقى طبعا القرار قرار فني، كان امبارح في كدمه كده بسيطه في المران، لكن اتعمل فحص للشناوي والامور بالنسبه له تمام وزي الفل الحمد لله. يبقى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ايمن اشرف ومحمود وحيد ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وسعد سمير وعلي معلول واكرم توفيق واليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، كهربا، حسين الشحات ومحمد مندي قفشه، وطاهر محمد طاهر، جونيور اجاييه، صلاح محسن، مروان محسن، ومحمد شريف. دي قائمه الاهلي لمباراه النهارده امام سموحه. لكن مين اللي تم استبعاده لاسباب مختلفه؟ بعض اللاعبين، خلينا نقول بدر بنون للايقاف، محمد هاني لعدم الجاهزيه، وليد سليمان للاصابه، محمود متولي لعدم الجاهزيه، بيكهام رؤيه فنيه، ناصر رؤيه فنيه، بواليا رؤيه فنيه، محمد محمود ونيدفيد لعدم اكتمال جاهزيتهم للمشاركه في المباريات. طيب حكام النهارده مين؟ حكم ساحه كابتن ابراهيم نور الدين، نتمنى له يا رب كل التوفيق. بصراحه عامل السنه دي يعني نسبيا احسن بكتير من السنوات اللي فاتت كلها، يعني في تحسن نسبي عند الكابتن ابراهيم نور الدين، نتمنى له كل التوفيق. مساعد اول شريف عبد الله، مساعد ثاني محمد محمود لطفي، حكم رابع حسين الكريمي، حكم فار وائل فرحان، ومساعد حكم فار محمود ابو الرجال، نتمنى لهم التوفيق في اداره مباراه قويه النهارده زي مباراه الاهلي وسموحه. طيب نتكلم على تاريخ مواجهات الاهلي وسموحه. الاهلي لعب مع سموحه 21 ماتش قبل كده، الاهلي فاز في 11 وسموحه فاز في 3، التعادل كان حاضر في 7 مواجهات ما بينهم. الاهلي هز شباك سموحه على مدار تاريخ مبارياتهم ب 30 هدف، في المقابل سموحه هز شباك الاهلي ب 18 هدف. موقف الفرقتين في الدوري ايه؟ نفكر بعض. الاهلي طبعا لعب 20 مباراه، سموحه لعب 27، الاهلي فاز 12 مباراه، سموحه فاز 8. وسموحه عاملين موسم كويس جدا مع الكابتن احمد سامي وفرقه محترمه، وعندهم عناصر مميزه جدا في الحقيقه.
الاهلي تعادل 6 ماتشات، سموحه تعادله 16، الاهلي خسر ماتشين، سموحه خسر 3. النقاط الاهلي 42 نقطه وسموحه 40، واحنا عارفين ان الاهلي لسه ليه مباريات مؤجله. طيب نطمن بشكل اكبر على فريقنا هناك في اسكندريه، نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي ومتواجد في مقر اقامه الاهلي في اسكندريه عشان نطمن من خلاله على كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق. يا فاروق مساء الخير. كل التحيه ليك يا امير، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم ان شاء الله يكون موفق ويوم سعيد على كل جماهير النادي الاهلي. هي مواجهه سموحه ان شاء الله اللي هتكون على استاد الاسكندريه في تمام الساعه 9 بمشيئه الله باذن الله. يا فاروق طمنا بقى على الفرقه، ايه اخر الكواليس اللي عندك؟ محاضره موسيماني النهائيه للاعبين هل ابتدت ولا لسه؟ مواعيد التحرك، كل حاجه بتتعلق باجواء ما قبل المباراه يا فاروق. يعني خليني اكلمك يا امير، ان يعني في هذه الاثناء مستر رابيتسو موسيماني بيعقد المحاضره الفنيه مع اللاعبين. طبعا هو كان عقد محاضره بالفيديو بالامس امير زي ما استعرضنا واتكلمنا في مران الامس على محاضره بالفيديو للاعبين على ايجابيات وسلبيات مباراه بيراميدز وايضا بعض المباريات الخاصه بفريق سموحه في الفتره الاخيره. في هذه الاثناء مستر رابيتسو موسيماني طبعا من خلال المحاضره طبعا يعني بيعلن التشكيل الرسمي على اللاعبين، بينبه على التعليمات الاخيره للاعبين. شفنا امبارح في يعني بالامس يا امير في المران الاخير بيحاول ينوع شويه في التكتيك بتاع مستر بيتسو موسيماني، يحاول ينوع شويه في تعدد المحاور الهجوميه والكرات الثابته واستغلال التسديد من خارج المنطقه، كلها امور فنيه مستر بيتسو موسيماني بيشتغل عليها. طبعا النهارده يا امير اللاعبين تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3. التحرك لملعب المباراه يكون في تمام الساعه 7. من الامور المهمه طبعا يا امير انت زي ما اتكلمت على موضوع محمد الشناوي، كان ليه حديث مع الدكتور احمد ابو عبله الطبيب للنادي الاهلي، قال الامر عادي جدا وبسيط جدا وما كانش فيه اي مشكله خالص. طبعا هتبقى فيه يا امير انت عارف خلاص انت بتقبل على المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا كل يوم او كل في اليوم ممكن تلاقي اكتر من اشاعه. على فكره الكابتن سيد الكابتن سامي الامور دي كلها هم خلاص مستوعبينها، عارف النادي الاهلي كل ما بيقرب من مباراه نهائيه بتلاقي اشاعات كتير بتكتر هنا بتكتر هنا. لا استنى بقى فاروق عشان النقطه دي مهمه جدا، استنى عشان النقطه دي مهمه جدا، لان احنا عارفين ان امبارح يعني شيء بالشيء يذكر زي ما انت اتكلمت كده، كان كلام طلع ان حصلت مشاده في مران الاهلي ما بين الشناوي ومحمد شريف وخناقه وكلام من ده. انت واحد كنت موجود في التمرين امبارح وحضرته بالكامل، قول لنا ايه اللي حصل؟ هل في حاجه من الكلام ده فعلا حصلت ولا ما حصلتش وده مجرد اشاعات طالعه على النادي الاهلي في فتره صعبه جدا على فريق زي دي؟ خليني يا امير اكلمك في نقطه مهمه جدا. يعني من خلال قناه الاهلي ومن خلال مركز الاعلام النادي الاهلي الجميع بيتعامل بمنتهى الشفافيه ومنتهى المصداقيه. يعني انا بقول لك يا امير ما كانش في اي امر تماما لا خلافات ولا في اي امر، يعني مش من باب النقاش او ان احنا نتكلم فيها، لان الامر ما كانش في اي شيء خالص. طبعا انت عارف يا امير انت بتقدم على مباراه مهمه، بعض الجماهير طبعا بتستكتر على جماهير النادي الاهلي او بتستكتر على لعيبه النادي الاهلي انها تلعب نهائي بطوله افريقيه. انت عارف ان دي يعني ايه الحدث بتاع كل سنه طبعًا. قبل نهائي افريقيا طبعا عايز يشغلك شويه عن مباريات الدوري، مش عايزك ان انت يعني تقلل الفارق في مباراه الدوري، عايز يضغطك شويه. فانت هتلاقي من هنا اشاعه من هنا اشاعه، كل يوم بتلاقي اشاعه يا امير مختلفه. لكن طبعا الكابتن سيد والكابتن سامي وشخصيات لعيبه النادي الاهلي ودور بس مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين انه بيفصل اللعيبه عن هذا الامر تماما. هو طالب اللاعبين بالتركيز التام من اول دقيقه لاخر دقيقه، طالب اللاعبين يعني ناخد كل مباراه في المباراه الدوري مباراه يعني لحالها، ثم يعني نقفل الملف الافريقي والاستعداد المباراه الافريقيه. طبعا صفحه مباراه بيراميدز قال اللاعبين ركز مباراه سموحه، مش عايزين نلتفت للاشاعات. جماهير النادي الاهلي مطلوب منها يا امير دلوقتي لا تلتفت للاشاعات اللي بتتقال في كل مكان. طبعا احنا مش عايزين نتكلم في امور، لان اعتقد جماهير النادي الاهلي عارفه كل الامور وعارفه ان من خلال امير قناه الاهلي بتعامل بكل المصداقيه. الامور كلها بتبقى يعني ما فيش حاجه بتستخبى امير، يعني الامور كلها بتبقى متاحه، الامور كلها موجوده لك بالظبط يا امير. لكن هي انت عارف المسلسل بتاع كل سنه قبل بطوله. لكن كان مهم بالنسبه لنا ان احنا نوضح لجمهور النادي الاهلي، وده دور قناه النادي دايما، ومن خلالك انت واحد كنت موجود كمان في التمرين، ممكن كلنا نعرف نوصل لمعلومات ونعرف نقول يعني انفرادات وكلام من ده، لكن في نفس الوقت ناخد من واحد كان شاهد عيان على المران بالكامل وهو فاروق صلاح زميلنا العزيز، واللي نفى تماما ما حدث او ما قيل عن مشاده في مران الاهلي. نركن الجزئيه دي على جنب لان احنا عندنا الاهم بصراحه من الاشاعات دي هو ما يتعلق بمباراه اليوم. طمني بقى بشكل نهائي على اخر الامور وكمل يعني كلامك عن مباراه اليوم يا فاروق.
ده احنا قبل ما نركن الامر ده يا امير، ده هي بعض الاشاعات بتطلنا احنا كمان ان احنا يعني قالوا ان احنا تناقشنا في هذا الامر في المداخله اللي كانت بيننا امس. طبعا الكلام ده لم يحدث يا امير. خلينا طبعا زي ما انت قلت يا امير نتكلم على المباراه واهميه المباراه. طبعا مباراه مهمه جدا. مستر بيتسو موسيماني خلاص يعني مركز جدا مع اللاعبين في اجتماعات ثنائيه ما بينه وما بين افراد الجهاز الفني، بقى مع الكابتن سيد، مع الكابتن سامي، مع كيفن جونسون، مع كابيلو. طبعا الامور المهمه جدا اللي بتميز فريق النادي الاهلي، تعرف اللياقه البدنيه عند النادي الاهلي، اتكلم في النقطه ديت واتكلم في ان فريق سموحه واحد من الفرق اللي متوسط اعمار اللاعبين شباب، فعندهم المعدلات الجري والمعدلات البدنيه طبعاً كويسه طبعاً. جدا ايضا كابتن احمد سامي طبعا هيضيق المساحات امام فريق النادي الاهلي طبعا زي ما عمل في المباراه الاولى. طبعا هو بيواجه النادي الاهلي هيلعب على المرتدات. وخليني برضو امير واحنا بنتكلم على المباراه وعلى استعدادات فريق سموحه اقول لك التشكيل المتوقع لفريق سموحه لهذا اللقاء. هيكون الهاني سليمان في حراسه المرمى، قدامه اثنين قلبي دفاع، محمود البدري ورجب نبيل في اليمين، اطهر الطاهر في الشمال، شريف رضا، اثنين في دايره المنتصف، احمد حمص ومحمود حليمو، قدامهم ثلاثه عبد الكبير الوادي، احمد حمدي عبد القادر ومصطفى فتحي، وفي الامام الاوغندي ديريك نيسيامبي اللاعب الاوغندي. ده التشكيل المتوقع لفريق سموحه. لكن برضو زي ما بقول لك يا امير التركيز اللي عند لعيبه النادي الاهلي، الثقه اللي عند لعيبه النادي الاهلي، شخصيات لعيبه النادي الاهلي في التعامل مع هذه الامور، امور بتسهل جدا على الجهاز الفني بالزبط. التعامل والتحضير النفسي وتجديد الدوافع للعيبه النادي الاهلي اعتقد كلها امور بتسهل على اللاعبين. وايضا بالزبط. وجود الكابتن الخطيب بالامس في المران اعتقد كان نقطه ايجابيه جدا أكيد. لكل لاعبي النادي الاهلي يا امير. اكيد انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق، زميلنا العزيز فاروق صلاح من رئيس القناه الاهلي مقر اقامه الفريق في اسكندريه، طمنا على كل الامور اللي بتتعلق بالاهلي قبل ساعات قليله جدا من انطلاق مباراه اليوم الهامه امام سموحه. بنشكره شكرا جزيلا. هروح لفاصل بسرعه وبعد الفاصل نرجع للكامل. يلا ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا؟ اهم الامور اللي يعني ذكرت من خلال الحسابات الرسميه على الفيسبوك وتويتر وانستغرام. نبتدي بيلا كوره وبيتكلموا على التشكيل المتوقع للاهلي في مباراه اليوم. ده مجرد تشكيل متوقع، وبيقولوا ان محمد الشناوي هيكون في حراسه المرمى، رامي ربيعة وأيمن أشرف اثنين مساكين، علي معلول ظهير أيسر، أكرم توفيق ظهير أيمن، اثنين في نص الملعب عمرو السولية وحمدي فتحي، قدامهم قفشة، والثلاثي الأمامي طاهر محمد طاهر كجناح، وحسين الشحات أيضا جناح، ومحمد شريف مهاجم وحيد في هذه المباراة. طيب خلينا كمان ناخد الوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا ان تطورات اصابه محمد الشناوي قبل مباراه الاهلي وسموحه تجهيز علي لطفي، يعني بيتكلموا على ان في اتجاه، ده من وجهه نظرهم هم، يعني ان في اتجاه ان علي لطفي يلعب المباراه دي عشان يتم تجهيزه بعد ما الشناوي يروح الاولمبياد، وعشان يتم راحه الشناوي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. ممكن يكون هم يعني عندهم توقع بكده او استنتاج، انا في اعتقادي ده هيكون استنتاج بس، لكن لو الامور طبيعيه وطالما الشناوي سليم في اعتقادي الشخصي اكيد هو هيكون موجود كحارس اساسي في المباراه. لكن في كل الاحوال كلها رؤى فنيه خاصه بمين؟ بالمدير الفني مستر بيتسو موسيماني. الاصابه ما فيش خلاص، يعني حاجه كانت بسيطه جدا وكدمه بسيطه قوي، وهو سليم تماما وجاهز للمشاركه. طيب في الجول وحسابهم على فيسبوك بيقولوا ان بعد تعادل مع الزمالك ثم بيراميدز الاهلي بيحاول يتفادى النهارده رقما سلبيا ما حصلش من خمس سنين، وهو خاص بان الاهلي تعادل ثلاث مباريات ورا بعض، عشان احنا في 2016 اتعادلنا مع طلائع الجيش وغزل المحله والمصري، ماتشات الثلاثه كانوا ورا بعض، وبعد كده فزنا في المباراه اللي بعديها. فهم بيقولوا ان الاهلي تعادل مع الزمالك قبل ما فتره التوقف الخاصه به في بطوله الدوري تبقى موجوده، وبعد ما رجع للدوري تعادل مع بيراميدز، فهيحاول يتجنب الامور دي. الارقام اللي زي دي تعتبر ارقام سلبيه طبعا لنادي كبير زي النادي الاهلي، لكن في كل الاحوال انت بتلعب مش عشان تتفادى الارقام السلبيه دي، لا انت بتلعب عشان تحقق هدفك بالفوز في مبارياتك عشان تنافس على البطوله. طيب خلينا نروح للاهرام، وبيتكلموا على ان الاهلي قرر اصطحاب وليد سليمان الى المغرب، واحنا عارفين ان وليد مصاب عنده اصابه عضليه، فبالتالي مش هيكون متاح خلال النهائي الافريقي، لكن اكيد بنسبه كبيره هيكون موجود في النهائي ويبقى موجود مع الفريق كدور مهم جدا كقائد من قائدي فريق النادي الاهلي علشان يحفز اللاعبين في مباراه مهمه زي دي النهائي الافريقي امام كايزر تشيفز في المغرب. نتمنى له العوده سريعا وليد سليمان، ودوره دايما سواء داخل او خارج الملعب دور مهم. طيب خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع هناخد اخر فقرات الحلقه النهارده. يلا بينا. سؤال الحلقه النهارده كان توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه الاهلي وسموحه، وكمان مين اللي يجيب الاهداف؟ ناخد تفاعل جمهور النادي الاهلي. نبتدي بايه
1907 واللي بتقول ان شاء الله فوز الاهلي 3-0 واثقين في ابطالنا باذن الله. خلينا كمان ناخد مين، بس يوني سعد قال ان شاء الله 3-0 الاهلي، الشحات وشريف وكهربا يا رب يا مساهد. خلينا كمان ناخد مين، محمود المكاوي قال ان شاء الله فوز الاهلي 2-0، محمد شريف وطاهر محمد طاهر تحياتي ليك يا امير، تحياتي ليك يا حوده. خلينا كمان ناخد ماهر عدلي قال مش عايزني ابعت لك مقطع من الماتش، مش عايزني ابعت، ماشي ابعت لي مقطع من الماتش ده انت اتفرجت عليه قبلينا بقى. ان شاء الله الاهلي هيكسب 4-2. ماشي يا ماهر باذن الله الاهلي يكسب. خلينا كمان ناخد مظهر ابو احمد الشريف قال ان شاء الله 2-0 للاهلي يا رب. انور الشيخ كمان قال ان شاء الله فوز الاهلي 3-0. دي كانت توقعات جمهور النادي الاهلي لمباراه اليوم، نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه غايه في الصعوبه، فريق محترم، فريق سموحه، عنده جهاز فني مميز، عنده لعيبه بقدرات فنيه مهمه جدا وسرعات كمان في الثلث الامامي قويه جدا، فبالتالي مهم قوي ان احنا نتعامل مع هذه المباراه بمنتهى التركيز كما هو المعتاد في كل مباريات النادي الاهلي اللي بياخدها، لان احنا عارفين الاهداف بالنسبه للاهلاويه بتتمثل في الفوز وحصد الالقاب، فدي خطوه من ضمن الخطوات المهمه نحو التوجه لصداره الاهلي للجدول الدوري كما هو المعتاد. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد وغدا كل الجديد، وباذن الله غدا كمان نبارك لبعض بفوز النادي الاهلي على سموحه في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.